اللعبة من ألعاب القوة هي المصارعة، بتحتاج قوة بدنية كبيرة جدا، ودايما بنشوف ان ابرز واهم لاعبيها في العالم كله من الرجال. في الفترة الأخيرة عندنا لاعبات بنات قدروا ان هم يكسروا هذه القاعدة ويكونوا كمان محترفات في هذه اللعبة. حتى دلوقتي عندنا بنوتة دلوقتي هتكون معانا سينوية من مصر، عندها 16 سنة، احترفت اللعبة دي وتأهلت كمان لبطولة البحر المتوسط. خلونا نرحب بإسراء جودة معانا دلوقتي عبر زوم. صباح الخير عليك يا إسراء. صباح النور، ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ بيك. انا كويس الحمد لله، كله زي الفل. صباح الفل عليك يا اسراء. صباح النور، يا اهلا بيكي. طبعا انك تتاهلي لبطوله زي دي ما كانش سهل، لكن احنا عايزين نعرف منك في البدايه انت ازاي اصلا بدات اللعبه دي. انا الاول كنت بلعب كذا لعبه، والدي مدرب، فهو شاف اللعبه ديت في الاستاد، يعني بيتمرنوا اللعبه ديت، فقال لي جربي المصارعه. ساعتها في الوقت دوت كانت جديده وكانت الإقبال عليها برضو مش قوي، فأنا حبيت أجرب لعبة مميزة جديدة. فجربت المصارعة، لقيت نفسي بعرف أدي فيها وبجيب إنجازات الحمد لله فيها. فبدأت والدي ووالدتي بدأوا اللي هم يدعموني أكتر وماشيين معايا، والحمد لله شاركت في أول بطولة جمهورية، حصلت فيها على ميدالية فضية تاني جمهورية. أنا شاركت في 5 بطولات جمهورية وحققت في 4 ميداليات في البطولات دي، واحدة فضة وثلاثة برونز على مستوى الجمهورية. في آخر بطولة ديت لعبت بطولة تحت 20 سنة، وأنا كنت أصغر واحدة في البطولة. ربنا كرمني وطلعت مركز ثاني على الجمهورية، ثالث على الجمهورية، وأخدت ميدالية برونزية. وربنا كرمني وعملنا تجارب كده يختاروا منها اللي هيمثل مصر في بطولة البحر المتوسط، والحمد لله أنا كنت من ضمنهم. إسراء، انت لعبتي تحت 20 سنة وكان تحت وزن 86 كيلو، وانت اقل من كده بكتير في الوزن، وبالرغم من كده قدرتي ان انت تفوزي وتتفوقي على لعبة يعني بتعتمد على الكتلة العضلية، بالإضافة طبعا لتشغيل المخ. يعني ازاي قدرتي توزني ما بين الحاجتين، خصوصا ان احنا عارفين ان يعني يمكن خبراتك يعني في فترة قليلة جدا احترفتي، ولكن كان قبلها مش بتمارسي الرياضة دي؟ اول حاجه انا كنت برضو بعد المسافه وكده كان عامل لي برضو مشكله، فانا حاولت ان انا اكثف الموضوع دوت في التمرين، مثلا في تمرين الجيم زياده، بكثف تمرين 3 تمرينات في اليوم، بحاول على قد ما اقدر اتفادى الموضوع دوت. على النت مثلا اتفرج على مباريات دوليه، اتعلم، اروح تاني يوم للكابتن، يا كابتن انا شفت الحركه دي علمها لي اعملها لي، واشوف الاخطاء واجربها مع كذا حد. بس المشكله برضو هنا ان هنا عندنا مفيش بنات بيمارسوا اللعبه قوي، فدوت برضو موضوع الاحتكاك، وحتى كمان المسافات عندنا بعيده، موضوع الاحتكاك عندنا صعب شويه. يعني انا بتمرن مع اخواتي في التمرين، تعالوا تعالوا يا شباب تعالوا نتمرن مع بعض، فهو موضوع اخواتك برضو محترفين، اقبال البنات عليه ايه؟ اخواتك برضو ابطال مصارعه؟ اخواتي صغيرين كده، وان شاء الله وحاجه في المصارعه باذن الله. لا بالراحه على الناس يا اسراء، مش كده. ما اختهم كده مصارعه بقى، وانا ضمتهم في الجروب بتاع المصارعه. انا متخيله لو هم بيتكلموا مع بعض في البيت وزعلوا من بعض شويه ولا حاجه. لا والله ربنا معاك. طب انت كنت قلتي ان باباكي مدرب مصارعه، ولا مدرب في النادي بيدرب لعبه ثانيه؟ هو بيمرن كره قدم، فهو فعلا. الرياضه احنا في كعائلتنا بتحب، يعني والدي مشجعنا على الرياضه، كلنا بنلعب رياضه وعارفين نوازن ما بين موضوع الرياضه والدراسه، برضه هو مش قلقان علينا من الحته دي. عظيم. انت اول حد دخل المصارعه، ولا مين تاني من يعني مين بدا في اخواتك؟ انا اكبر واحده في اخواتي. انت بداتي وشجعتيهم بقى؟ ايه، انت شجعتيهم عشان تتدربي عليهم؟ ده اللي انا فهمته من كلامك دلوقتي. لا، هم حابينها، يعني هم بيلعبوا بيتمرنوا كوره اساسا مع والدي، فانا قلت لهم تعالوا شويه، تعالوا معايا عشان اتمرن عليكم شويه. بس هم حبوا الموضوع، بقوا كويسين جدا في رياضه المصارعه. تمام. انت في ثانيه ثانوي يا اسراء، ويعني احنا بنقول ان احنا في السنوات الحاسمه، يعني ثانيه وثالثه ثانوي، اعتقد ان دي من السنوات اللي بتبقى عندها كده قلق شويه في البيوت المصريه، وبنسمع بقى كلام الامهات في الوقت ده، ركزي في مذاكرتك، امسكي كتاب ام فعلك، مش عارفه ايه الكلام اللي بنسمعه من الامهات ده. يا ترى الجو ده موجود عندك في البيت، ولا التنسيق بقى وكون ان انت عندك خلفيه رياضيه في البيت ووالدك كمان ممارس للرياضه خلى الموضوع اسهل عليكي؟ والله يعني انا مش بخليهم او يقولوا حاجه زي كده، يعني انا حتى في بطولات مثلا عندي مذاكره او كده باخد كتبي معايا، بحمل فيديوهات على اليوتيوب مثلا اسمعها وانا فاضيه، وانا مسافره مثلا
مشوار الباص او كده بسمع، يعني مش بخليهم يعني يقلقوا عليا في موضوع الدراسه والمذاكره، يعني بحاول على قد ما اقدر قد الامكان احاول ما بين تمريني ودروسي ورياضتي، يعني بحاول اظبط ما بين الموضوع كلها عشان مش اخليهم قلقانين عليا في الموضوع دوت، واخلي هما يعني هما ربنا يخليهم ليا دايما ورايا ومدعميني، فمديني الراحه النفسيه اللي انا يعني اللي انا اكمل اللي انا اكمل واكون واثقه من نفسي اللي انا هنجح في ده وهنجح في ده. وربنا كرمني الحمد لله، والسنه دي كنت جايبه تقديرات امتياز الحمد لله الترم الاولاني، عقبال الترم الثاني ان شاء الله. ما شاء الله متفوقه في الدراسه وفي ممارسه الرياضه، شيء جميل جدا. انت تاهلتي لبطوله البحر المتوسط، عايزين نفهم اكتر عن هذه البطوله والمنافسات فيها بتكون عامله ازاي، الاوزان، السن. هو ان شاء الله هي دلوقتي متاجله لان هتلعب بطوله افريقيا، في بطولة افريقيا شغالة دلوقتي بس سن كبير في المغرب، فهي متأجلة بعد بطولة افريقيا ان شاء الله. هي البحر المتوسط بيشارك فيها الدول اللي على الحدود اللي هي اسبانيا والدول ديت كلها، وهي اول بطولة دولية ليا، وهتبقى يعني انا خدت الصدمة اللي هي هيختاروا منها بتاعة البحر المتوسط. انا فرحت يعني الحمد لله ربنا كرمني، انا فعلا تعبت عشان اوصل لحاجه زي كده، وربنا الحمد لله كرمني. دي اول مره يعني أنا دي اول مره اول مره ينظموا البطوله دي. مصر هتنظمها فعلا. ايوه عظيم، تخيل لو يبقى لو خدت انت الذهبيه فيها. يا رب يا رب ان شاء الله، والله بعمل اللي عليا وتمريني تكثيفي الحمد لله. هنا الناس برضو مش سايبيننا، يعني مديريه الشباب والرياضه استاذ محمد فتحي واستاذ احمد مسعد ماسكين هنا الشباب والرياضه ومشروع قومي، ماسك المشرف العام للمشروع مش سايبيننا برده ومعانا ومدعمينا، واللي هو استاذ خالد فوده محافظ جنوب سيناء برده دايما تكريمات ومش ناسينا ابدا، ووزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، يعني هو انا بلعب باسم حاجه اسمها المشروع القومي الموهبه وبطل اولمبي، استاذ اشرف صبحي هو اللي منظم الموضوع دوت، وهو اللي عامل فكره اللي هو ازاي يطلع بطل اولمبي مثلا من منطقه بعيد عنها اللي هي تشارك في بطولات او كده، ويوصل لها موضوع السفر والبطولات والاحتكاك والكلام ده كله. عظيم يا اسراء، احنا بنتمنى لك طبعا كل التوفيق. ربنا معاك اسراء جوده لاعبه المصارعه واول فتاه سينويه بتلعب المصارعه النسائيه، وكمان تاهلت لبطوله البحر المتوسط، كل التوفيق ليك يا اسراء.